كل التحية لكل مشاهدينا في كل مكان إلى حكي ميديا وأبرز القصص المتداولة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. إلى قصتنا الأولى في ظل الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشه السوريون، حيث لا محروقات ولا خبز ولا مازوت ولا أي من متطلبات الحياة الأساسية، والغرق في عتم قطاع الكهرباء. أضيئت سماء حلب بالألعاب النارية قبل يومين مبددة العتم، واصطف حضور الرسمي وغير رسمي ها هنا وعلى سجاد أحمر، ووسط حضور الفرق النحاسية والفرق الراقصة التي رقصت تحت صور سيد الوطن كما يسمونه. كل ذلك لم يكن من أجل افتتاح أي من المنشآت الحيوية، بل كان لافتتاح هذا المحل الصغير لشركة DHL للشحن السريع الألمانية العالمية، وهو مكتب صغير لا يكاد يصل إلى 3 أمتار بالعرض و12 مترا طولا. لكن الاحتفال بافتتاحه هذا تحول إلى حدث جذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أبرز الحضور في هذا الحفل كانت خلود سري حلبي، المدير التنفيذي لشركة النقل السريع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا DHL في سوريا، وهي أيضا مدير شركة خلود سري حلبي للتجارة والتعهدات، وتمتلك فيها 1224 حصة وبنسبة 51%، وهي شريك مؤسس في شركة عبر المشرق وتمتلك فيها 1920 حصة بنسبة 80%. عراب هذا الحدث غير المسبوق هو ناظم حنطايح الذي يعمل في مجال الشحن والنقل، وهو وكيل سابق لشركة القدموس المعروفة للنقل والسفريات المعروفة في سوريا طبعا. كتب ناظم حنطاية في صفحته في فيسبوك منشورا طويلا شكر فيه كل هؤلاء الذين وردت أسماؤهم في هذا المنشور، أبرزهم خليل ملا رئيس فرع المخابرات العامة، ولبيب يوسف رئيس فرع المرور، والمقدم مازن جمعة رئيس عمليات المرور، والرائد مازن من فرع أمن الدولة، وإلى ما هنالك من كل هؤلاء الذين ساعدوا أو حضروا هذا الاحتفال الكبير. الاحتفال الكبير طبعا لهذا الحدث البسيط أثار الكثير من ردود الأفعال، سنرصدها بعد أن نشاهد مقاطع من هذا الحفل في حلب. دولتكم داخل فرع الشركة نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وعند حسن ظنكم. السيدة خلود سري حلبي، انتهت مراسم عقد الافتتاح، وشكرا من أهالي حلب ومن القلب لزيارتك الكريمة. إذن لم يكن مطاراً ولم يكن مترو أنفاق، بل كان فرعاً لشركة DHL الألمانية للشحن. ردود فعل متنوعة ومتباينة. إلى التعليقات، وسأبدأ من أولها. أبو عمران يقول إنجاز تاريخي غير عادي ولازم يوزعوا جاتو شاي.
معتز يقول ما استغربت صراحة لأنه من سنتين ركبوا سلات مهملات على العواميد الفريدة من نوعها. أيضا تعليق من طالب يقول أظن لو فتحت شركة ويسترن يونيون لكان افتتاح رسمي وألعاب نارية وحضر محافظ أكيد أي شيء سيجلب اليورو والدولار سيكون افتتاح عظيم لسوريا. أما آخر التعليقات فالي أبو سارة ويقول أبو سارة بغض النظر عن الاحتفال اللي صار بظن هي خطوة منيحة أبدا لأنه إذا اليوم فرع صغير بكرة شركة والشغلة كلها عبارة عن دس أو جس نبض يعني بلشوا يتهاونوا بالأوضاع يلي عم تصير والمسبب الأساس لها ويلمح أبو سارة إلى العقوبات الأمريكية بالتأكيد.